ما توقفت الاحتفالات بعد اعلان نتائج الجوله الثانيه من الانتخابات الرئاسيه التونسيه بفوز قيس سعيد على نبيل القروي بنسبه تجاوزت 75%، وانهارت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر، فعلق احد الحسابات: الله يسعد اخواننا التونسيين ويرزقهم الامن والامان. مغرده اخرى قالت: فلسطين تحتفل وتبارك لتونس الشقيقه برئيسها الجديد قيس سعيد، الف مبروك لاخواننا في تونس. تعليق آخر أيضا: تونس تحتفل برئيسها الجديد. حساب آخر علق: ألقى الرئيس التونسي قيس سعيد كلمته الأولى بعد انتصاره بالانتخابات الرئاسية في تونس بحسب الاستطلاعات، وشكر فيها الشعب التونسي وأكد على ثورة بمفهوم جديد، وشكر كل من انتخبه ومن لم ينتخبه، كما شكر الشعب التونسي في كل مكان، ووصف الفترة المقبلة بصفحة جديدة في التاريخ.